30، ما زالت 1-0. وين يا أرنولد؟ وين يا أرنولد؟ وين يا أرنولد؟ يلحق على صلاح، صلاح صعبة، صلاح يمر، صلاح، صلاح يدخل، صلاح جول، صلاح جول، با 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 جول. مو صلاح، مو صلاح، مو صلاح، المنقذ يفعلها، استلمها ودخل وراوغ من أمامه ألكسندر زينشينكو وكأنه لم يكن واقفا أمامه، مر بسلام صلاح دخل وبيسرى أضربها بقوة على يسار دافيد رايا. جول لمحمد، جول، الهدف 12 للعملاق صلاح يفعلها ويعدل النتيجة لليفربول. يرسل كرة لمن؟ وصلت إلى محمد صلاح، لديه كرة تمريرة، فرصة خطيرة، الله! عادوا، نعم عادوا، نعم، عن طريق أرنولد، لأن أرنولد ولسان حاله يقول لا يمكن لأي قوة أن تدفن أحلامنا، فنحن الريدز. الكرة تعود بعد ذلك في وسط الملعب، أليكسيس ماكاليستر، الله 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 الله، خرافي خرافي هذا الأرجنتيني، نعم، في هدف ولا أروع، وفي كرة التسديدة، والله جول، التسديدة وجول، هدف أول، يا سلام على اللعبة، زوبوتسلاي المجري يسجل أول أهدافه مع ليفربول، وفي الأنفيلد وضل أستون فيلا بيسرى بتسديدة رائعة جدا من هنالك على يسار الحارس إيميليانو مارتينيز. الكرة ملعوبة، عرضية، صلاح 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 صلاح، يخرج كرة، والهدف الأول للريدز، 1-0 لويس، 1-0 الكافيتيريوس، 1-0 لعريق وانفيلد، 1-0 لكبير الرود، 1-0 للعملاق ليفربول الأحمر. الريدز الليفر يواصل المشوار ويتألق في البدايات. ملعوبة لليفربول، داروين داروين داروين، وجول داروين، جول داروين، جول داروين، جول، في 1-0 نيوكاسل، عاجز أكثر من مرة عن قتل المباراة، ويقتلهم داروين نونيز في الدقيقة 80. داروين نونيز، هدف لهدف، شوف الكرة، شوف خروجها، شوف صلاح، شوف ديوغو، شوف جوتا، شوف الظهر، خدمة الكرة، هو ما فلتهاش، هو ما ضيعهاش، بومبا، صاروخ من الأوروغواي، جولاسو، 1-1 لداروين نونيز. 10 لاعبين، الليفر يحقق نتيجة ممتازة إلى حد الآن. دياز يتقدم، دياز يتوغل، دياز يدخل، دياز خطيرة، نونيز فعلها صلاح، في انجلترا، في انجلترا القمة لا تتسع للجميع، القمة للريدز وحده، لليفربول وحده، صلاح يسجل. أرنولد يرسل الكرة، الله، جمال الناطق في كرة القدم، أخبرهم بهذه الأهداف. ماتيب، أرنولد، حلوة الكرة، داروين، داروين، صلاح، صلاح، والهدف الأول، الهدف الأول من صلاح في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول، كرة تمشي لصلاح ويسجل الهدف الأول، 1-0 لفريق ليفربول. أخيرا يتمكن الريدز من التسجيل عن طريق مهاجمه الأول صلاح، يطلع من اليسار تشيميكاس، حط الكرة دياغو جوتا، كرة من دياغو، الثالث، دياغو الثالث، هو كذلك الهدف الثالث لليفربول عن طريق دياغو جوتا، 3-0 للريدز، 3-0 للحمراء عن طريق دياغو جوتا والأروع.